فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا حاولت الخشوع في الصلاة لكنني لم أخشع، هل تقبل صلاتي أم لا؟ الصلاة تصح، الخشوع ليس من شروط الصلاة. وأن صليت في الظاهر، الصلاة لا تعاد، ولكن حاول أنك تخشع، اجتنب الأسباب المشوشات، لا تدخل فيها وأنت مشغول البال، لا تدخل فيها وأنت تدافع أحد الأخبثين، لا تدخل فيها بحضرة طعام، اجتنب الأشياء التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تسبب عدم الخشوع. فإذا فعلت الأسباب يسر الله لك الخشوع. نعم.